الجيش الروسي قام بضربات مكثفة وساحقة للغاية ضد العديد من المدن الموجودة في أوكرانيا، بالإضافة إلى تقدم أيضا في عدد من المناطق. وتفاصيل هذه المناطق وأبرز ما قام به الجيش الروسي هو جاء على مستوى خاركيف وكذلك ماريوبول هنا وأيضا في خيرسون. طبعا هذه هي المناطق الرئيسية الموجودة التي تجري فيها عملية الاشتباكات. دعونا نذهب إلى خاركيف أولا لنرى ما الذي جرى وما الذي ممكن أن يجري في الفترة القادمة بالنسبة إلى خاركيف. هذه هي مدينة خاركيف التي ترونها أمامكم، وتقريبا هذا هو خط التماس بين الجيش الأوكراني وكذلك الجيش الروسي. المناطق الرئيسية والعمليات التي تمت اليوم فجر هذا اليوم هي طبعا تمت على هذه المنطقة، وهو مبنى بهذا الاتجاه تقريبا هو مبنى الاستخبارات، وأيضا هنا المستشفى العسكري، وهنا مدرسة الطيران، وهنا أكاديمية الدبابات، وهذا هو مطار خاركيف. بالنسبة للجيش الأوكراني هو يتواجد ومستمر في الدفاع بشكل ناجح عن مدينة خاركيف حتى هذه اللحظة بشكل هائل للغاية بهذه المناطق، بينما القوات الروسية لا زالت تحاول عملية تحقيق اقتحام إلى داخل خاركيف للسيطرة عليها. استقطار روسي هائل جدا من أجل اختراق هذه المدينة. النقطة الأساسية وما جرى اليوم هي جرت العديد من العمليات والعديد من القصف. أولا قاموا الروس مباشرة بقصف مبنى الاستخبارات ودمروا المبنى طبعا، وتسببوا بأضرار في هذا المبنى، بالإضافة إلى أنهم أيضا قاموا بضرب بعد ذلك مدرسة الطيران وبعد ذلك أكاديمية الدبابات، أيضا قاموا بقصفها قصف هائل جدا تعرضت له خاركيف، وبعد ذلك قاموا بإنزال على المستشفى العسكري هنا بنجاح. وهم حتى هذه اللحظة القوات الخاصة الروسية هي موجودة الآن في المستشفى العسكري بإنزال ناجح، وهذا الإنزال هو يهدف لعدد من الأمور. واضح بأنهم يهدفون إلى عملية خلق زعزعة بين الخطوط الخاصة الدفاعية للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك وجود المستشفى العسكري هنا تقريبا في منتصف خاركيف هو يسمح لهم بإعطاء المعلومات الكاملة إلى القوات الروسية التي تحاول اقتحام خاركيف بشكل مباشر. وبالتالي هذا الإنزال الذي نراه الآن هو لا يمكن لهم بالنسبة للقوات الخاصة أن يستمرون بالتواجد بهذا الشكل لأكثر من 48 ساعة، وهذا يفسر لنا تماما بأن هذه الليلة وليلة يوم غد سيكون هنالك اقتحاما من الجيش الروسي مباشرة إلى داخل وإلى عمق خاركيف بموجة ثانية شرسة للغاية، من أجل الإبقاء على القوات الخاصة، لأن هذه القوات الخاصة من دون أي تقدم من الجيش الروسي أو محاولة لاقتحام هذه المدينة قد تتم أو يتم عملية أسرهم أو حتى إبادتهم بالكامل. بالنسبة للجيش الأوكراني في هذه النقطة ببساطة عليهم منع الجيش الروسي بأي شكل من الأشكال من التقدم، إطالة المدة ومعالجة هذا الإنزال الذي تم في المستشفى العسكري. لذلك معركة كبيرة جدا قادمة في خاركيف ممكن أن نراها خلال 48 ساعة القادمة. أما بالنسبة إلى المنطقة الثانية والمهمة التي نتحدث عنها هي ماريوبول هنا بهذا الاتجاه، الجيش الروسي منذ اليوم الأول ونحن الآن في اليوم السابع من هذه المعارك هو تقدم من شبه جزيرة القرم وسيطر على كل هذه المدن تقريبا بهذا الاتجاه، وبدأ بمهاجمة هذه المنطقة وهي مدينة ماريوبول من العديد من الاتجاهات بهذا الشكل، من الشمال، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، وفعلا تمكنوا من التوغل إلى ماريوبول. وهنالك حرب شوارع هائلة جدا، وهنالك تطور في حرب الشوارع التي نتحدث عنها هنا إذا ما توجهنا إلى هذه اللقطة وهذا المقطع الذي هو قادم من طائرة مسيرة أوكرانية تلاحظونها بهذا الشكل. دعونا نتوقف في هذه النقطة أولا لنأخذ عددا من العلامات لكي نقارنها بالقمر الصناعي لكي نعرف أين تتم هذه العمليات وهذه الاشتباكات. هذه هنا طبعا محطة للبترول أو للوقود موجودة هنا بهذا الاتجاه، وهذه طبعا مساحة فارغة بهذا الاتجاه، وكذلك هنا شارع كما هو واضح شارع عام، وأيضا هذا هو شارع فرعي وهذا الشارع الفرعي الثاني، وهنا كما هو لا واضح وموضح من قبل وزارة الدفاع الأوكرانية هنا تجري الاشتباكات بالنسبة للدبابات والمدرعات الروسية. كما نلاحظ هنا أن هنالك ضربات ناجحة تتعرض لها الدبابات والمدرعات الروسية بهذا الشكل طبعا، والتصدي يأتي من الجيش الأوكراني المستقتل في ماريوبول من أجل الاستمرار في الدفاع عن هذه المدينة. لكن النقطة الأساسية من هذا الموضوع أن هنالك حرب شوارع هائلة تجري في هذه المدينة. أين تجري هذه النقطة وأين تجري هذه الاشتباكات؟
الحركات في ماريوبول لكي نتأكد من هذا الموضوع. إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي، هذه هي ماريوبول، دعونا نتقدم إلى هذه المنطقة الشمالية قليلا ونقترب منها، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما. هذه هي محطة الوقود التي تحدثنا عنها، وهذه هي المساحة المفتوحة بهذا الاتجاه، وهذا هو الشارع الذي تحدثنا عنه طبعا بحسب القمر الصناعي. وبالتالي الاشتباكات والضربات هي كانت تأتي بهذا الاتجاه الذي ترونه أمامكم. ما الذي يعني هذا الأمر؟ بما أن الاشتباكات هي تجري في الشمال بهذا الاتجاه، هذا يعني أن القوات القادمة من شمال ماريوبول هي دخلت وبدأت بعملية الاقتحام. يوم أمس ماريوبول كانت الاشتباكات بهذا الاتجاه تجري بهذه الطريقة، واليوم عمدة ماريوبول يصرح وأكد بأن القوات الروسية هي تهاجم من جميع الاتجاهات، من الشمال، من الشرق، من الغرب، وكذلك من الجنوب، وأن المنطقة وهذه المدينة تتعرض إلى قصف هائل للغاية، وعزلت تماما عن الإمدادات التي كانوا يتحصلون عليها من قبل الجيش الأوكراني. وعلى هذا الأساس ومن خلال هذه الاشتباكات توضح لنا بشكل واضح أن منطقة ماريوبول بهذا الاتجاه الذي ترونه من الجنوب والمطلة على بحر آزوف تم السيطرة عليها تماما بالنسبة للقوات الروسية، وهذا يوضح أن القوات الروسية فعلا تمكنت الآن من تأمين بحر آزوف بالكامل. لن يكون هنالك بالإمكان لأي دولة أوكرانية أو غيرها من الوصول إلى بحر آزوف بأي شكل من الأشكال. ولكن أيضا دعونا الآن ننظر إلى آخر نقطة وهي خيرسون بهذا الاتجاه. بالنسبة إلى خيرسون، منذ اليوم الأول من المعارك وتقريبا بعد 72 ساعة، أي في يوم الثالث من هذه المعارك، كانت الأنباء تتحدث بأن القوات الروسية فعلا تمكنت من السيطرة على خيرسون، ولكن الأمر تبين بأنه مختلف تماما، وأن القوات الأوكرانية لا زالت تسيطر على مدينة خيرسون. حتى ليلة يوم أمس كانت هنالك معارك كبيرة تجري في هذه المنطقة. دعونا نقترب قليلا من خيرسون. هذه هي خيرسون التي ترونها بهذا الاتجاه، وهذه المنطقة هي ميكولايف بهذا الاتجاه. بالنسبة للمعارك التي كانت تجري، ودعونا نركز على نقطة أساسية هنا، تأتي تقريبا بهذه المنطقة، هنالك جسر بهذه المنطقة قريب من خيرسون. في هذا الجسر تحديدا كان من المفترض على القوات الأوكرانية أن تدمر هذا الجسر لمنع القوات الروسية من الوصول إلى هذه النقطة أو العبور عن طريق هذا الجسر. وبالتالي بما أن نهر الدنيبر هو موجود بالوسط وهو يفصل بين هذه الأراضي بهذا الاتجاه وخيرسون، كان من المفترض للقوات الأوكرانية أن تدمر هذا الجسر، ولكن لسبب ما هي لم تدمره. وبالتالي طبعا بكل تأكيد إذا ما دمرته سيكون أمام قضية واحدة جدا أمام القوات الروسية، ألا وهي أن تقوم بإنزال أو تهاجم برمائيا عبر المياه هذه المدينة، بالتالي يكون من السهل الدفاع عنها. ولكن هذا الأمر لم يتم، وتمكنت القوات الروسية ليلة يوم أمس من التقدم بهذا الاتجاه عبر هذا الجسر، وبعدها قامت بمحاصرة خيرسون بهذا الشكل. بل إنها لم تكتفي بهذا الأمر، بل إنها تقدمت بهذا الاتجاه ودفعت القوات الأوكرانية إلى الخلف، وبالتالي هي بدأت تتوجه إلى هذه المنطقة ألا وهي ميكولايف. وأيضا دخلوا في حرب شوارع بالنسبة إلى القوات الروسية، هم بدأوا يدخلوا بحرب الشوارع في المدن الآن، وفعلا قاموا بإنزال في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم على جنوب خيرسون، سيطروا عليها. وبعد ذلك ظهر هذا اليوم وزارة الدفاع الروسية أكدت السيطرة الكاملة على خيرسون بهذا الاتجاه، وعلى هذا الأساس تغيرت الأمور بالنسبة إليهم. وواضح من خلال هذا التحرك هم يبحثون عن السيطرة على ميكولايف الآن في الفترة القادمة من أجل السيطرة على نهر بوك الذي يأتي بهذا الاتجاه، وكذلك أيضا السيطرة على خليج الدنيبر الذي هو يربط بالبحر الأسود. وعلى هذا الأساس واضح جدا من خلال هذه التحركات الآن، ومن السهل القول بأن القوات الروسية بسيطرتها على خيرسون وتوجهها إلى ميكولايف في الفترة القادمة، هم بدأوا يحضرون أنفسهم ويفتحون طريقا جديدا للسيطرة على مدينة أوديسا، وكذلك وبالتالي سيكون الهجوم قادما من شمال البحر الأسود، من شبه جزيرة القرم، وكذلك من خيرسون، من ميكولايف تحديدا بهذا الاتجاه، من أجل السيطرة عليها وبالتالي تأمين شمال البحر الأسود. ولكن
قضية أوديسا هي ليست متعلقة فقط في السيطرة على شمال البحر الأسود، الأمر لن ينتهي هنا، وهذا الأمر أصبح واضحا من خلال كلمة طرحها الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بهذا الشكل يوم أمس. ظهر بهذا الفيديو وهو مجتمعا بقياداته وهو يتحدث إلى قياداته بعدد من الأمور المتعلقة، وهو يضع خريطة بهذا الشكل، وهذه الخريطة لسبب ما هي كشفت طبيعة العمليات التي يقومون بها، بل أيضا كشف ما ستقوم به أساسا القوات الروسية في المستقبل. واعتبر بعض المراقبين بأن هذه الخريطة هي تعتبر إخفاقا من لوكاشينكو لأنه كشف ما سيحدث في المستقبل، وبالتالي دعونا نقترب من هذه الخارطة قليلا. هذه هي صورة واضحة لهذه الخارطة، لنقترب قليلا سنلاحظ بأننا أمام ملاحظتين. الملاحظة الأولى بأن في هذه الخارطة الواضح بأنهم قسموا أوكرانيا إلى أربعة أقسام كما تلاحظ، يعني هي تأتي بهذا الشكل الأقسام، ولكن هذا لا يعني بأنهم يبحثون عن تقسيم أوكرانيا، لا أبدا. هذه الخارطة هي تتناسب تماما مع صورة وخارطة لتقسيم وزارة الدفاع الأوكرانية لجيشها وقيادة العمليات كما تلاحظون هنا، الأوبريشنال كوماند للغرب وكذلك للشمال وللجنوب وكذلك إلى الشرق، وبالتالي تقسيم الجيش الأوكراني في عملياته هي تأتي بهذا الشكل. لذلك هم يدرسون كيفية عملية المواجهة لهذا الموضوع. الأهم من هذا الأمر هو كشف الخطوط والتحركات للجيش الروسي، وما يجري هنا في الخارطة وما هو مرسوم هو بالضبط ما يجري الآن على الأرض، ودائما ما نتحدث عنه، الهجوم من الشمال على كييف الذي يأتي بهذا الاتجاه، التوجه إلى غرب كييف بهذا الاتجاه كذلك، أيضا الخطوط التي هي تفتح على خاركيف التي تحدثنا عنها هنا بهذا الاتجاه هي ماريوبول، والهجوم الذي تم الآن ويتم والذي تحدثنا عنه كذلك، وهذا هو بحر آزوف، وأيضا الهجوم بهذا الاتجاه على خيرسون كذلك، وهذا هو شمال البحر الأسود. ولكن المثير بهذا الأمر توضح الخطوات والتحركات الجيش الروسي بأنها ذاهبة إلى أوديسا، وليس هذا فحسب، بل أن هنالك إشارة من أوديسا تتوجه إلى دولة أخرى مختلفة لا علاقة لها بأوكرانيا، ألا وهي مولدوفا، وهذه قضية جديدة جدا، والإشارة هنا تذهب إلى دولة هي غير معترف بها، وهي طبعا دولة اسمها ترانسنيسترا. هذه الدولة هي غير معترف بها، من الممكن أن تفتح الخارطة ولن تجد هذه الدولة أبدا، ولكن هي موجودة على الأرض، وهذه الدولة هي تمتلك علم، تمتلك عملة، تمتلك حكومة، تمتلك جيشا، تمتلك نشيطا وطنيا، وبالتالي هذه الحكومة الأهم من هذه القضية أنها مدعومة من قبل الروس، ولديهم أيضا يتحدثون الروسية بشكل واضح. وبالتالي يجب أن ننتبه أيضا أن مولدوفا في العوامل التي موجودة في مولدوفا هي نفسها موجودة في أوكرانيا، أي أنهم ليسوا جزءا من الاتحاد الأوروبي، ليسوا جزءا أيضا من حلف الناتو، وهنالك دولة انفصالية أيضا موجودة تدعمها روسيا، وبالتالي الواضح بأن أوديسا يريدون أن يجعلونها قاعدة لإسناد ترانسنيسترا بهذا الاتجاه، من أجل أن تكون مولدوفا هي القادمة للغزو الروسي بعد الانتهاء من هذه القضية وما يجري في أوكرانيا في واحدة من أخطر اللحظات التي ممكن أن نشاهدها. بالتالي الأمر هو يحتاج إلى عدد من العمليات من الروس. حتى هذه اللحظة الجيش الروسي غير مسيطر على أوديسا وغير مسيطر على كييف، لا زال القتال هائلا جدا الذي يجري على هاتين المنطقتين. المناطق الحمراء التي ترونها هي بحسب الانستيتيوت اوف وور هو التقدم للجيش الروسي، لا زالت النسبة الأكبر هي السيطرة للجيش الأوكراني، ولكن المدن الرئيسية تهاجم بعنف من الجيش الروسي، لذلك الفاعلية تذهب أكثر إلى الجيش الروسي بكل تأكيد. ما جرى من أوديسا من هذه الخارطة التي كشفها لوكاشينكو التي توضح بأن هنالك رغبة إلى تعزيز دولة ترانسنيسترا التي هي تعتبر الدولة الانفصالية في مولدوفا، وكذلك من الهجوم على كييف ومحاولة تغيير النظام الموجود في كييف، هذه القضية أربكت أوروبا كثيرا، ولكن في نفس الوقت على ما يبدو بأنها بدأت توحد أوروبا. ففنلندا الآن طلبت أن تنضم إلى حلف الناتو بشكل رسمي، لأنهم ليسوا جزءا من حلف الناتو، وأنهم طبعا بالنسبة إلى فنلندا يجب أن ننتبه أن هذه قضية كبيرة جدا إذا ما انضموا إلى حلف الناتو، في ظل هذا الأمر بأن الحدود بين فنلندا وبين روسيا هنا بهذا الاتجاه تأتي روسيا كما تلاحظون، الحدود تصل إلى 1340 كيلومترا، هي أكبر حدود موجودة لدولة أوروبية
تأتي على التماس مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك أن كان هنالك تصويتا في الداخل الفنلندي قبل الأزمة الأوكرانية ما إذا كان المواطنون يدعمون قضية الانضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي. 53% من المواطنين صوتوا بالموافقة على الانضمام إلى حلف الناتو، وبالتالي بهذه القضية فنلندا مع حلف الناتو، أستونيا مع حلف الناتو، لاتفيا مع حلف الناتو، كل هذه الحدود هي على التماس مع روسيا، ويجب أن لا نستهين أبدا بهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك أن السويد أيضا هي غيرت مواقفها تماما، كانت هي تعتمد سياسة الحياد، الآن كسرت هذه السياسة تماما، وأن السويد فتحت مخازن السلاح لأوكرانيا من أجل إسنادها بشكل هائل، وأصبحت قريبة للغاية من حلف الناتو، وبالتالي من الممكن أن نرى أيضا السويد أن تنضم إلى حلف الناتو. وهنا تغير الأمور وتغير المعادلة ما بين الاقتحام الروسي الهائل الذي نتحدث عنه لأوكرانيا، وما بين هذه الوحدة التي نراها من حلف الناتو والعقوبات التي تجري طبعا والمستمرة على روسيا بشكل غير مسبوق.